إنجاز علمي توصل إليه فريق البحث بالمخبر المرجعي بشرنيكول، وهو التعرف على التسلسل الجيني لفيروس كورونا، ويساعد هذا الإنجاز على فهم التركيبة الجينية للفيروس في تونس ومقارنته بالفيروسات الأخرى في العالم. وزير الصحة ثمن هذا المجهود واطلع في زيارة ميدانية على سير عمل المخبر. أكدت رئيسة المخبر المرجعي بشرنيكول إلهام بوطيبة أن التعرف على التسلسل الجيني لفيروس كورونا يمكن من التعرف على أصل الفيروس في تونس ومقارنته بالفيروسات الأخرى في العالم. بديناه بالثلاثة عينات وعملنا النتائج نتاعهم في البنك الجيني العالمي باش يصلح توا مبدئيا باش نفهموا لي فيروس كي سيركول في تونس منين جاي وشنو النوعية نتاعهم. أما هذه كما قلت لك نتائج أولية بيسكو عملنا ثلاثة بركة، وهو من المفروض نعملوا لكل العينات الإيجابية الكل لازم نشوفوها اللي متواجدة في تونس الكل في المخابر الكل، معناتها لازم أي نتيجة إيجابية لازم نعملوا لها تحليل التسلسل الجيني هذا. كما بينت المختصة في علم الجرثوميات عواطف الموسي وهي ضمن فريق البحث بالمخبر المرجعي بشرنيكول، أن عملية البحث عن التسلسل الجيني لكوفيد 19 اعتمد على تقنية المخبر الذاتية وبروتوكول من أعداد فريق البحث. نحن بدينا الجينوتيباج معتمدين على تقنيات اللابوراتوار متاعنا الخاصة بنا، وعملنا ميزو بوان، عملنا بروتوكول بالمتاع اللابوراتوار متاعنا، وبدينا نجربوا التقنيه هذه تمشي ولا لا. دونك جربناها بثلاث عينات مشات بارفيتمون، مشات بالكدا، ونشرناها بعثناها للبنك العالمي الجيني بامريكا ونشروها، شافوها ونشروها، وان شاء الله باش نكملوا العينات البوزيتيف الكل. وأكدت المختصة في علم الجرثوميات أن فيروس كورونا شديد التحول، ولكن لكل دولة خصائصها. أنا كي عملت مقارنة مع الجينات في العالم الكل، لقيت اللي الفيروس هذايا فيروس متغير برشا، وكل بلاد عندها الخاصية متاعها، ونحن ما نجموش نعتمدوا على ثلاثة عينات، يلزمنا نقوموا برشا باش نتأكدوا اللي الفيروس متاعنا متغير ولا يشبه إيطاليا ولا الصين ولا أمريكا. لحد الآن معناها نتيجة إيجابية برشا، ونحن متحمسين باش نكملوا نخدموا ونكملوا العينات متاعنا. وفي زيارة ميدانية للمخبر المرجعي بشرنيكول، أكد وزير الصحة عبد اللطيف المكي أهمية هذا الاكتشاف العلمي مثمنا جهود كل الفريق. حبيت نحييهم وحبيت نلتزم أمامهم بأن الحكومة هذه ستعمل كل ما في وسعها على تقدير هذه النخبة وعلى تطوير قطاع الصحة بإذن الله. ووفق المختصين فتكمن أهمية التعرف على التسلسل الجيني لفيروس كورونا في مجابهته وفي عملية البحث عن الأدوية أو اللقاح.